حالات قصور وظائف الكليتين احذر ثلاث حاجات مهمة. عصير القصب اللي بتتناوله بكثرة لان بيتحول الى دهون وتؤدي الى انهيار وظائف الكليتين اكتر واكتر. والحاجة الثانية تجنب عصير الليمون وعصير البرتقان لانهم اغنياء جدا بالبوتاسيوم، والذي يقتل المريض في القصور والفشل الكلوي هو البوتاسيوم. عزيزي المشاهد، النهارده الحقيقه هنتكلم عن مرض منتشر اليومين دول في فصل الصيف، الحقيقه هو مرض الجرب. مرض الجرب من الامراض الجلديه المعديه جدا، اللي يمكن كان حصل فيه فتره ابتدى يخف الاصابه فيه، لكن دلوقتي احنا ابتدينا نشوف هذا المرض بشده وبنسبه عاليه جدا. هذا المرض بيسبب نوع معين من الحشرات، وهذا المرض بيتم اما عن طريق غير مباشر عن طريق التلامس بين اي شخص مصاب بهذا المرض، سواء كان بيديه او عن طريق استخدام فوط هذا الشخص، او ممكن يكون عن طريق الغير مباشر، عن طريق استخدام الاشياء الخاصه بهذا الشخص. فممكن يكون الاصابه مباشره عن طريق التلامس، او غير مباشره عن طريق استخدام حاجيات هذا الشخص زي ملابسه زي فوطه زي هدومه. ايضا في حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها، ودي حقيقه بتكثر الاصابه، ان اغلبنا لما بيشتري الملابس الجديده بيلبسها على طول من غير ما يغسلها. قد يكون قبلك في شخص تاني لقاسها وعنده الاصابه بهذا المرض، ثق ان المرض هيبتدي يتنقلك. ودي مهمه جدا، ان الملابس اللي بنشتريها لازم قبل ما نلبسها لازم نغسلها، لان الاصابه بهذا المرض بتكون اصابه مباشره. الحقيقه بتسببه حشره، والحشره بتمر باطوار مناسبه، بتبدا ببويضه بتفقس خلال اسبوع، وبعدين تبقى ما تاخد درجه النضج خلال اسبوعين. يعني عايز اقول ان الاصابه بتكون في خلال شهر من التعرض للاصابه، يبتدي العيان يحس بهرش جامد جدا. الهرش ده قد يصاحبه حبيبات، قد يصاحبه بصور، قد يصاحبه صديد. اهم اصابه للجرب هي وجود الاخدود اللي بتكون علامه مميزه لهذا المرض. الحقيقه انا عايز اقول ان هذا المرض بيصيب كل الجسم بالنسبه للاطفال، ما بيصيبش بطن اليد والوجه بالنسبه للكبار. انما عايز اقول ان اهم حاجه في هذا المرض هو الوقايه، الوقايه في ملابسنا، في مغسلنا، استخدام الطرق الصحيه في النظافه بالنسبه لقص الاظافر، قص الشعر، كل واحد يكون ليه خطه الخاصه بيه، يكون ليه ملابسه الخاصه بيه. ايضا بالنسبه لعلاج الطب الخاص، فده بيكون تحت استشاره طبيه، ويفضل ان هذا العلاج بيكرر كل اسبوع لمده شهر حتى تتم الشفاء التام.